السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. بن صلاح أسلام رئيس عصبة الشمال لبناء الجسم والفتنس وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم والفتنس. اليوم التواجد ديالي في هذه البطولة ديال ام بي سي 2023. الحمد لله البطولة كتعرف واحد المستوى عالي تنظيميا، ولا مستوى ديال الأبطال اللي هو واحد مستوى عالي، ولينا شرف وفخر لمدينة طنجة اللي هي كتعرف واحد النمو يعني كبير في رياضة مان فيزيك، واللي البطل ديالنا هو أحمد القندروشي اللي حصل على الرتبة الأولى في فئة مان فيزيك. البطولة كيف كتعرفوا كيف المتتبعين رياضة بناء الجسم على الصعيد المملكة عرفت واحد المستوى تنظيميا، استقبال من ناحية الجوائز كل شيء كان مزيان. الامس ديال يوم السبت كانت واحد الندوه صحفيه او ندوه ثقافيه رياضيه اللي دعموها جوج ديال الاهرامات ديال الرياضه، هو هرم ديال الشاشه ديال قناه يوتيوب بيك جانتي، ولا محمد عيسى اللي جانا من دوله قطر اللي جاز داكشي في واحد المستوى عالي. هاد البطولات اللي كنا كنفتقدوهم هذه واحد السنوات طويله في المغرب، الحمد لله رياضه بناء الجسم يعني مشى تقدم، ودائما كنقول واحد الميساج بان رياضه بناء الجسم سنه 2024 غادا تعرف واحد القفزه نوعيه على الصعيد المملكه. كونوا مستعدين 2024 في المفاجاه الكبرى بالمملكه المغربيه. شكرا لكم.